ماما، لما رح شوف أخي يونس رح عانقه كتير. إيه عانقيه يا روحي، عانقيه بكل قوتك، وأصحك تتركيه مشان ما يبعد عنا. ألو. ألو ماما، هذا أنا يونس. يونس عمري، يقبر قلبي هالصوت ما أحلى. كيفك أنت أمي؟ وأسمى ثابت ولا لا؟ ولا يهمك، أحسن اليوم. لا تشيل همنا، قلي كيفك أنت؟ أنا منيح، عم بشتغل، عم بفلح وبزرع. بتكون عم تتعب مو؟ لا أمي، شو هالحكي؟ معقول أنا أتعب من الشغل؟ مبسوط على الآخر، أنا ورفقاتي عم نشتغل ومبسوطين كتير. الحمد لله يا ابني، الله يحميك. دير بالك على أكلك يا روحي مشان ما توقع من طولك. لا تاكلي هم، أنت دعيلي وأرضي علي. الله يحميك ويوفقك يا روحي، والله يورجيني يوم فرحتك ويخلي لي إياك. فينا نحكي مكالمة تانية إذا بتريد؟ بعرف مين هن اللي رح تحاكيهم، مكان نسر، لا تقولي لهم. هالرقم أول مرة بشوفه، مين بده يكون؟ ردي شوفي مين. ألو؟ ألو؟ شو أخبارك أنسة ملك؟ زهرة؟ عم اتصل لحتى ما ينشغل بالك علينا. زهرة يا روحي، رح موت من خوفي عليكي، قليلي وينكن لنجي فوراً لعندكم. آسفة، لا تواخذيني يا أنسة ملك، مقهورة إنه خوفتك. نحن آسفين إنه خوفناك، علينا ما كان لازم. زهرة الله يوفقك، قوليلي وين بلاقيكي؟ أنا بقرني. ألو ألو أنسة ملك، عم تسمعيني؟ خلص شحن الجهاز. زهرة زهرة، ألو، وينون؟ سكرت الموبايل فجأة، انقفل الخط من غير ما تقلي على مكانون. عزت بركي ما رجعت اتصلت. خلص هيك ملك، الحمد لله، هي عرفنا انهم بخير وعايشين لساتهم. بدي اياك ترتاحي، رح نوصل لهم عن قريب اكيد. يسلم وشكراً كتير على الموبايل. بما أنه معلمتك بتحبك كل هالقد، معناتها أنت طالبة كتير شاطرة بالمدرسة. لو أرجع أتعلم. الأولاد يلي هون أغلبهم ما بيدرسوا. ليش يعني؟ من القلة والفقر، في منهم ما عندهم لا أهل ولا عيلة ولا مكان يروحوا عليه، وكتار ما في لهم سجلات باسمهم. وليش؟ في قصة تارة عليهم، بيجوا لهون كرمال يهربوا من الموت اللي ملاحقون. يا حرام، ما بيعرفوا انه ما في حدا منهم بيقدر يهرب من نصيبه. ايه شو قال الدكتور؟ قال لي لازم اخذ ادويتي لاتعالج، وبعتني على القسم اللي بيعالجوا فيه هدول قليلين العقل. وليش بعتك لهونيك؟ لا بابا، هذا اسمه القسم النفسي وما له علاقه لا بقلة العقل ولا شيء، يعني اي حدا بيتعالج فيه ما بتفرق كتير. الدكتور اللي هنيك رح يساعدني بالعلاج، وقال لي يمكن ما عم تطيب لأنه ما كنت ناوي تتذكر. يي أنا ما فهمت شو قصده. إيه لكان، ليش لحتى ما تحب أنك تتذكر يعني؟ الواحد بسبب الظرف القاسي اللي بيكون تعرض له بيضغط على ذاكرته لينسى، شو بيعرفني؟ بس الدكتور لما شافني مصمم اتذكر قال لي حالتك رح تتحسن والعلاج رح يجيب نتيجة، وقريبا إن شاء الله رح ترجع لي ذاكرتي. إن شاء الله. غانم شو بك؟ ليش طلعت؟ وعم تسألي؟ لأني ما عاد قدرت اسمع أي شيء. جمال بلش يتذكر، ما عم تشوفي يعني؟ قريبا رح يتذكر كل شيء، والكل رح يعرفوا إني واحد قاتل، وإني بعدته على الموت لأخي بإيدي. لك اهدى شوي ولا تخاف كل هالقد، رح نلاقي طريقة لنسكته فيها. طريقة شو؟ اصحك تقليلي سحورة وحجابات. هالمرة الشغل مأمن،
رح نكمل شغلتنا القديمة اللي ما كفيناها. أمي حبيبتي، بابا حبيبي، أنا كثير اشتقت لكم. إذا كنتوا عم تشوفوني ببوس إيديكم ساعدوني، إيدي عم يوجعوني كثير. هاتي لدهن لك مرهم ليخف وجع إيديكي. شو قوي صوت بطنك؟ وصل لعندي وصرعني. طيب شو أعمل؟ ما عبيت بطني ورح موت من جوعي. يا ريت لو أمي كانت هون، كانت غنت لي غنية ونمت فورا. اطلعوا كلياتكم لبرا الخيم، يلا تحركوا لشوف كلياتكم برا. في اولاد، يلا اولاد منك الو، فوت طالع لي الكل لبرا، يلا على السريع الكل لبرا، تحركوا تحركوا يلا على السريع على السريع على السريع. ساعتي مختفية وحدا منكم سرقها، الحباب يلي سرقها يطالعها من تم ساكت. إذا أنا لقيتها ما رح يصير لكم خير، لأني رح كسر عظامكم واحد واحد. يلا لشوف اللي أخذها يرجعها. فوتوا دوروا بقلب الخيام. شو يونس؟ اللي أنت اللي أخذت الساعة؟ لا والله. يونس المفروض تقول الحقيقة، يعني إذا أنت اللي أخذت رجعها الله يخليك. طيب طالعه وقل له لقيتها. طيب احكي أي شيء يونس. ليك بيضربوك أكيد إذا لقوها وعرفوا أنه كانت معك. زهرة عم قلك مو أنا، شو مالك واثقة فيني بنوم؟ لقيت الساعة يا أغا، وحدة من البنات أخدتها. طلعت وحدة منكم اللي سارقتها.